السلام عليكم حبايبي، المهم انا رجعت معكم اليوم على الفيديو السابق، البريوات اللي كنت درت لكم ديال سميتو ديال البريوات اللي كنت عمرت بالحوت والكاشير. دونك قلت كاين بزاف اللي قال ليا في لي كومونتير واش هذوك البريوات طويتيهم نتيا صوبتيهم ما وريتيناش كيفاش الطوي ديالهم ولا شريتيهم جاهزين. المهم الطوي ديال البريوات اللي ما كيعرفش يطوي البريوات، ها الطوي ديال البريوات فوالا نوريكم، راه كاين بزاف ديال الطرق باش تطوي البريوات. الورقه كاين اللي كيقطعها على جوج، كاين اللي كيقطعها على اربعه، كل واحد بغيتو يجيوكم كبار كتقطعوهم على جوج، بغيتو يجيوهم يجيكم صغيرين كتقطعوهم على اربعه اي بوين فوالا هين فوالا. انا دابا كنوريكم هادو بريوات اللي درت اليوم ديال الكفته، ماشي ديال الحوت اللي درت ديك النوبه، هادو شكل اخر، هذا اللوغو ديالهم بالكفته يعني كيجيو مملحات فوالا. وهادو هما البريوات هكا كيتطواو فوالا، باش ما تقولي ليش رحنا شريناهم واجدين، ها البريوات كنطويوهم فوالا. هادو درتهم بالكفته و فيرميسيل ديال شينوا، كفته بصله حمرت كلشي، خيزو محكوك، بطاطا محكوكه وحمرت كلشي مع البصله حتى تحمرات البصله، زدت عليها خيزو كيشد شويه الطياب، عاود درت عليه بطاطا الافي ابري، درت عليه سميتو درت الكفته وخليت كلشي تقلى مزيان وصايي. ودرت لي زيبيس، درت شويه قرفه، معدنوس، ثومه يابسه، شويه ديال الكوزه محكوكه، شنو اخر، شويه ديال الخرقوم كركم و فوالا، و لو بيرسيل اي فوالا. ايوا هالبريوات ديالنا كيفاش كيتطواو. المهم راكم شفتوهم كي درنا لهم ديك المره كيفاش قليناهم كيفاش درنا لهم، وهادو نفس المشكل غنديروا لهم باغاي فوالا. البريوات ديالنا هما هادو كومبليكي فوالا، بون يا دي فوا سي ساريف اي مي. المهم البريوات هما هادو، الطوي ديال البريوات وهذا فوالا. هادي الورقه يعني سواقيه اللي شريتها و لا باسيونس كنصاوبها، ومني ما كيكونش عندي الوقت دابا عندي ضياف راني كنديرها فيت في، عندي لي بارون ديالي ايوا الله يخليكم نتوما لي بارون تاعكم يا ربي يخليهم ليكم فوالا فوالا اي فوالا لا فارس فوالا فوالا تاك 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 تاك. البريوات ديالنا ها هما، انا كندير لهم هكا ابخي كنديرهم في نسقهم بالعجينه ولا نسقهم بالبيض ولا ماشي ديال، راه كاين بريوات ديال البسطيله، كاين بريوات فيهم اعداد واعداد واعداد انواع يعني ما شاء الله. حنا مغاربه معروفين تبارك الله بالشهيوات وبالشي ديال الكوزينه فوالا. كنعاود نضرب لهم الورقه هكا، كنعاود نضرب لهم الورقه باش ما تخرج ليش لافارس وانا سيتو هكا. ضرب لهم الورقه اللي بغا يضرب لهم باش ما يجوش معجنين، كيجيو مقرمشين هاك هاك فوالا. اخواني اخواتي، وهذاك اللي قال لسميره واش البريوات شريتهم واجدين، لا يا اخي العزيز البريوات ديالي كنصاوبو مره الرزيزه فوالا، وهادشي ما كان فوالا. حنا درنا غير غادي نخرجهم باش نزيد عليهم، انا غير بغيت ندير لكم هاد لا هاد الطريقه هادي، ما تقولوش رحنا شريناهم جاهزين. يا حبايبي يا حبايبي يا غايبين وحشتوني يا جايين فوالا نسيتو فوالا. اهلا وسهلا، السلام عليكم. مهم خواتاتي خوتي اصدقاء ديالنا كاملين، انا جيت اليوم غندير لكم واحد البريوات بغيت نشارككم معكم. هاد البريوات كيجيو فحال شكل بسطيله. المهم هنايا عندي في المقله درت البصله تقلات مزيان تحمرات، زدت عليها خيزو محكوك
ماشي في داك الرقيق ديال الصلاده، الاخر الغليظ اللي كنديروا فيه ديك اللي نايم وكنديروا باش كنديروا داك البريوات الاخرين. المهم صبيعات كنحكوه في ديك الجهه الغليظه. انا راه وريها ديك الجهه الغليظه هذه، هذه الغليظه هذه فوالا. دونك درتو هنايا قطعت شويه ديال لي كروفيت، قطعتهم بوتي مورسو باش ما يبانوش، خليت غير وحده باش تشوفوا. ها هي لي كروفيت وحده خليتها صحيحه. المهم الدجاج هذاك البلون دو بولي قطعته صغير وحمرته بحال هكا في مقله اخرى. سمحوا لي، حمرته في مقله اخرى مع البصله بوحديته، ودرت شويه الكوزه، شويه القرفه، ملح ابزار، شويه العسل باش جا محمر. دابا نوري لكم. وهنا عندي اللوز حتى هو غادي نحمرو، حتى هو غادي يتحمر مزيان حتى يتولي دوغي، وغادي نهرمشو بهذاك المولينكس تاع اندو 3 باش نقطعو المعدنوس. المهم انا نوريكم البلون ديال دابا. هذه البصله غادي نزيد عليها البيض، غادي نزيد عليها البيض، كتجي لكم بحال شكل ديال البسطيله. ها هما البيض، درت هنايا ثلاثه ديال البيضات، غادي نحركهم فوالا باش غادي نعمرهم مع داك البلون دو بولي، ومن بعد غنزيد عليهم اللوز مهرمش في الطوي هادي ملي نكونو كنطوي غنزيدو اللوز مهرمش فوالا. المهم انا غادي نوريكم البلون دو بولي فينا كيفاش درتلو. فوالا ها البلون دو بولي، ها هو صوبتو، ها هو جا محمر. غادي نخليه دو كوتي حتى يوجد هذيك لافارس ديال البيض والبصله وداكشي اللي صاوبت، ويوريكم. والورقه هي هذه، ما لقيتش الورقه ديال البسطيله، جبت الورقه ديال سميتو، خليها في الباكي نتاع الفيلو. ها هي تورن لا فوالا، ها هي شتيها، هي هذه الورقه. غادي نصاوب بها، هي ورقه اللي لقيت هي هذه، باش غادي نصاوب هذو. وكيجيو احسن وكيجيو روعه، احسن من الورقه ديال البسطيله بهاد الورقه هذه ديال الفيلو، كيجيو غزالين مقرمشين زعما والله العظيم. جربوهم وغادي تردوا عليا في لي كومونتير. المهم انا غادي تبقاو معايا. هنا درنا واحد خبيزات ديال الشعير معمرين بالفرماج، درنا لهم الموتزاريلا فروماج، درت لهم شويه ديال الحباق من داخل مع الفرماج فخي، وعمرناهم من داخل. اريتهم من داخل، خصني حيده نشوفو، نجيب لهنا. ها نتوما شتي كيجاو، هما جاو معمرين، كيجاو غزالين. هي ديال الشعير شتوهم، هما هي ديال الشعير، كنديرو لهم داك لافارس ديال الفرماج فخي، نقطعو فيهم شويه نتاع ديال سميتو نتاع البازيليك ديال الحباق، نديرو فيهم شويه ديال فليو فخي، كنديرو معدنوس يابس كيتباع في دوك القراعي، درنا التومه يابسه. المهم درنا لهم ديك لافارس بالفرماج فخي، وعمرناهم عمرناهم ودرناهم في هذيك المقله اللي كنديرو فيها المخمر والملاوي. فوالا بقاو معايا تنوريكم كيفاش نديرو الطوي ديال البريوات. المهم هاي هذيك البيض، ها هو درتو دو كوتي معاه، باش غادي نبقاو نهزو شويه من البولي شويه من لافارس، ونديرو اللوز فوقهم وصافي ونبقاو نطويو. المهم غتشوفو كيفاش غادي نديرو، يلاه بقاو معنا. المهم انا رجعت معكم، انا راه من قبيله كنت كنطوي في البريوات، دابا بغيت ندير قدامكم واحد جوج ولا ثلاثه بهاد الورقه ديال الفيلو باش تشوفوا كيفاش كنديرها. هي صعيب في الطوي ديالها، ولكن تقدروا ديروا هكا صبيعات بحال هكا تطويو وتلويوهم، مي انا بغيت ندير بها بريوات كيعجبوني. دابا غادي ندير قدامكم شويه، ندير شويه ديال لافارس هكا هكا ديال لافيون ديال البولي، ابري ندير شويه ديال فرات ديال اللوز هكا شويه، بخي غندير شويه ديال لو كريار باش الكريار هاد الفرماج غابي هو اللي كي المهم هو اللي كي يشدها ما كيخليها فهمتوني يعني. فوالا ها نتوما هكا خص كومبليكي مي عاديه، ها نتوما شتوني ها هيا. بغيتو ديرو تلصقوها بهذا، ديروا شويه ديال الطحين وتفزقوا وتلصقوا، انا ما كنلصقاش نخليها هكا، ولا ديروا بالبيض ديال البيض تلصقوا بالبيض ديال البيض، تلصق كي كتحط في الخشب بزاف باش ما يجيش يجرش ثقال.
كندير شويه ديال البلون دو بولي، كندير اللوز مهرمش من داخل، وكندير شويه ديال الكرياغ فرماج محكوك. اي فرماج عندكم الحمر كتحكوه وكديروه كيجي زوين، كيجي تي هاد الفرماج كيجي تيعلكها، كيجيبها معلكه لداخل باش كتجي معلكه. هانتوما فوالا فوالا فوالا، ساهل ماشي صعيبه. سميتو خصكم تعرفوا لها لو سيستيم باش تجيكم هكا مقنته وصافي. فوالا هانتوما، انا راه البريوات كما بغاو يكونوا كنصاوبو. هانتوما ديروا صبيعات بحال هادو، بحال هكا صغيورين، كديروا هكا صبيعات هكا، باسكو هاد الورقة هادي راه صعيبة و الشيشة دغيا كتهرس. هكا ديروا هكا شوية د اللوز، شوية ديال فخوماج غابي فوالا، و ديروا سميتو ديروا لهم هكا هكا هكا، ديروا هكا هكا و ديروا لهم هكا فوالا، و تديروهم هكا دايرين هكا كيف بغيتو ديروا لهم، ديروا لهم ماشي مشكل. المهم يجيو ها يجيو مقرملين غزالين ما شاء الله والله العظيم. وديروهم بهاد الورقة هادي وغادي تجربوا وترحموني عليها وردوا ليا في لي كومونتير. اوكي المهم حنا حتى نوجدوا فطور لحقاش جاينا لنا اليوم عاود الضياف، عاود جايين الضياف خويا بنتي ومهم شي ضياف اخرين وهذا ما كان. ايوا المهم من بعد دابا نصور لكم شويه الطبله ديال الفطور، ولا صورتي هذيك ما صورت سي با لا بي تقولوا لي. انا المهم وريتكم الهدف ديالي نوريكم هاد البريوات اللي درت بالدجاج، كيجيو بحال بسطيله غزالين، وجربوهم وردوا لي اخوتي كاملين. وكنبغيكم وكنحبكم وكنتمنى تردوا لي في لي كومونتير وتدعمونا باش القناه ديالنا تزيد توريكم اكثر واكثر واكثر. المهم ها حنايا البريوات ديالنا حنا طويناهم، الخطيبات ديالنا هما كيوجدوا خبيزات اللي طيبنا صغيورين، هما اللي كيتعمروا خبيزات كيتعمروا بلافاخس هما. المهم حتى نكملوا ونوريكم الطابله ديالنا. فوالا بغينا نشارك معكم فطورنا هذا النهار. اي فوالا